انظروا، احنا اول نقطه نبينها في زياراتنا لأئمة الطاهرين وهذه الجماهير المليونيه تاتي في اعظم شعائر الحسين اليوم وهي شعيره زياره الأربعين، ان في الحقيقه الولاء والبراء. لا شك ان على المؤمن ان يتولى وان يتبرى، ان يتولى اولياء الله وان يتبرى من اعدائه، لان كلمه التوحيد تتشكل من جملتين: لا اله والا الله. فنحن نتبرا من اعداء الله واعداء رسول الله، واهل البيت هم لن تشد عن رسول الله لحمته، لحمة رسول الله. فعدنا ولاء وعدنا براء، وهذه أهم شيء نريد نبينه في زياراتنا. لا إذن بقبوركم، هذا معناه أنا أحبكم، أنا أريدكم. الإنسان لما يحب فرد شيء يريد يظهر محبته، حتى محبة أحدنا للآخر مستحب، إذا أحببت أحدا أن تخبره بذلك، أنا أحبك. الإمام الحسين يقول: لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب. الدار اللي سكينة، احنا نقول سكينة هي سكينة، سكينة. الدار اللي سكينة بنت الحسين تسكن ورباب أمها، الحسين يقول أنا أحب هاي الدار. طبيعي أنت تحب ما يرمز إلى الشخص، فكيف إذا كان جسده؟ فنحن نحب الحسين ونبدي محبتنا ونعلن ولاءنا للحسين، يعني هذا استفتاء على المنهج هذه الزيارة. والبراء من أعدائهم. نعم.